هذا اللقاء، لقاءنا اليوم أول لقاء لتكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية. تتسع دائرة الشرعية في الداخل والخارج معا، أو هذا ما تشير إليه الأحداث. التكتل اليمني البريطاني لدعم الشرعية الذي أعلن عنه في العاصمة البريطانية لندن خطوة في الاتجاه الصحيح بحسب البعض في مواجهة حملات التضليل الواسعة التي يمارسها اللوبي الإيراني داخل مجلس العموم البريطاني بشأن الأحداث في اليمن، مسنوداً بجهود ما يوصف بالشبكة الناعمة للإنقلابيين واتصالاتها مع وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية. أما القائمون على التكتل الجديد فيقولون إنه يهدف لتسليط الضوء على الحرب الظالمة في اليمن وكشف جرائم الإنقلابيين. إذن شكل من أشكال الدبلوماسية غير الرسمية كما يقول متابعون، يقوم بها يمنيو المهجر لإيصال رسالتهم المتعلقة بالقضية اليمنية ونضالات اليمنيين في استعادة دولتهم المختطفة والتحرر من قبضة الميليشيا. من نيويورك إلى لندن إلى إسطنبول، تحضر الجالية اليمنية كفاعل مؤثر في قلب الأحداث، وتبدو فيها القضايا والهموم اليمنية الحاضرة الرئيسة والأبرز. يضيق الخناق على الإنقلابيين، وبالمقابل تحضر الجاليات كدائرة جديدة يتسع بها اليمن الكبير، وفي اللحظات التي تتسع الدوائر الشعبية المساندة للشرعية. غير أن هذه الجهود المجتمعية الأهلية تحتاج إلى إسناد دبلوماسي حقيقي من قبل سفارات بلادنا في الخارج، وكذا قاعدة بيانات وتقارير مترجمة تستند إليها في نقل حقائق الواقع اليمني إلى العالم.